مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم العلمي والاجتماعي حالات إبداع. إليكم ما اخترنا لكم من تقارير عن اختراعات وإبداعات ومواهب يمنية في هذه الحلقة. فريق طلابي يسجل إنجازا يمنيا جديدا في الكويت ويتفوق على أكثر من 12 دولة. النقش على الحجر كاللعب عند الصغار بالنسبة لأحد النحاتين اليمنيين. شبان يصنعون جهازا يقلل من حالات موت الأجنة في بطون الأمهات. وأخيرا نسلط الضوء على موهبة أحد أبناء محافظة شبوة في الفن التشكيلي. أهلا بكم من جديد. حقق فريق جامعي يمني إنجازا يمنيا جديدا بتفوقه على أكثر من 12 دولة في أشهر مسابقة عربية لريادة الأعمال للشباب أقيمت في الكويت العام الماضي. الفريق استحق الفوز بجدارة بعد تقديمه لأفضل مشروع إنتاجي تمثل في الاستغناء عن السماد الكيميائي بسماد طبيعي لا يضر بصحة الإنسان وصديق للبيئة والنبات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. شركة جي اي بي من اليمن من اليمن من اليمن. لم يكن تكرار المذيع لكلمة اليمن من فراغ، فاستحقاق الفوز والتميز للفريق اليمني المشارك هو من أجبره على ذلك، وإن بشكل عفوي، كأفضل مشروع يقدمه طلاب جامعة في أكثر من 12 دولة عربية. فاز مجموعة من طلاب إحدى الجامعات اليمنية في أشهر مسابقة في الوطن العربي لريادة الأعمال للشباب. بدأت قصة الإنجاز الذي حققه الفريق بسلسلة من الصعوبات والعراقيل التي واجهها، بدءا من اختيار الفكرة حتى السفر إلى الكويت والمنافسة على لقب مسابقة إنجاز العرب. بدأنا المشروع من فكرة بسيطة جدا، كانت مأخوذة من رجل كبير في السن، بس الحمد لله بصمود أعضاء الفريق استطعنا أن احنا نطور الفكرة ونجعلها من فكرة بسيطة جدا إلى ابتكار. عقب تدريبهم من قبل مؤسسة إنجاز اليمن، رشح الفريق من بين مجموعة من الفرق الطلابية لتمثيل اليمن في الكويت لكونه الفريق الوحيد الذي استمر في العمل في مشروعه. احنا مشينا على إرشادات إنجاز، فكان عندنا زي ما تقول guidelines، فاحنا حاولنا احنا نمشي عليها خطوه خطوه. فكان كل كان عندنا اجتماع كل تقريبا كل اسبوع، ايش سوينا ايش عملنا، كنا نمشي على نفس الخطوات حق انجاز. ما يدل على جديه الفريق في المشروع والاستمرار بما بدا به هو اجتماع اعضائه على فكره واحده رغم تخصصاتهم المختلفه في مجال الدراسه. تتمثل فكره مشروع الطلاب في الاستغناء عن السماد الكيميائي بسماد طبيعي لا يضر بصحة الإنسان وصديق للبيئة وللنبات. كل ما يجي تمر على باله سماد طبيعي يفكر على طول في مخلفات الحيوانات والأسمدة العضوية. إحنا سمادنا يعني 50% من هذه الأشياء ومن هذا السماد الذي هو المخلفات العضوية والمخلفات النباتية، وال50% الأخرى كانت هي المادة المبتكرة التي ابتكرها أعضاء الفريق. وفق أسس علمية مدروسة بدأ الفريق في الترويج لفكرته بين أوساط المزارعين والمهتمين، حيث كان الهدف وطنيا وإنسانيا بحتا. حاولنا أن احنا نتعمق في المنتجات الزراعية، وجدنا أنه عشان نطور المنتجات الزراعية في وسيلة واحدة الذي هي الأسمدة التي تستخدم لتطوير هذه المنتجات الزراعية. سماد طبيعي مبتكر علشان أرضنا والوطننا، يعني احنا شفنا الاشياء اللي تضر البلد، شفنا الاشياء انه اصبحت في اليمن الزراعه تدهورت، فاحنا فكرنا الشيء ان احنا نصلح لبلدنا، فكرنا كيف ممكن احنا نفيد بلدنا ونفيد المزارعين وكل الناس اللي مش فاهمين عن هذه الاخطار. فاول فكره جت في بالنا كانت ان احنا نسوي حمله توعويه في اليمن وفي صنعاء وضواحيها. غطينا مجموعة من المحافظات، سوينا ندوات، سوينا بانرات، لواصق في الشوارع لمعالجة الآثار السلبية التي يتركها السماد الكيميائي،
لقيت فكرة مشروع الفريق قبولاً عند إنزال كمية بسيطة منه إلى السوق. بعد يعني تجربة السماد وجدنا النتائج إيجابية وقوية جداً، لدرجة أنه كان بعض المزارعين اللي استخدموا سمادنا يعني أصبحوا يتواصلوا معنا عدة مرات لتوفير السماد التي تم استخدامه مرة أخرى. فرق بين سمادنا والسماد الكيميائي قد تكون مسألة وقت بسيطة جداً، يعني إذا مثلاً المحصول بيكون نفس المحصول بس جودته بيكون في استخدام سمادنا، يعني من المنتجات المستخدمة بالسماد الطبيعي. بعد النتائج الطيبة التي لمسها الفريق من عرض فكرته، جاءت فرصة للفريق لقطع شوط كبير في طموحه لإنشاء شركة تنتج السماد الطبيعي عبر السفر إلى الكويت للمنافسة بعد ترشيحه. في البداية حصلت عراقيل نوعا ما في إصدار الفيز، بعض من أعضاء الفريق لم يستطع السفر، فأثر ذلك في استعدادنا للمشاركة في جو المسابقة. لم تنتهي العراقيل عند عدم تمكن نصف الفريق من السفر، بل ظهرت صعوبات أخرى، لكن الفريق تغلب عليها بفضل اجتهاده وعزيمته. كانت لنا ثقة في النفس غير طبيعية، كان معظم الناس يقولوا أنتم من اليمن، أنتم يعني أنتم خسرانين أنتم، ولكن لم نستمع إلى أي أحد منهم. العيال يعني ما شاء الله عليهم، لكن صراحة يعني فعلوا كل حاجة، تحفظوا كل شيء فوق الطيارة، اشتغلوا كثير. صح إن إحنا اكتهرنا وزعلنا وكل شيء، بس في النهاية أقل شيء رجعوا لنا بالفوز، يعني أقل حاجة صح إنهم عرقلونا وكل شيء، بس رجعنا فائزين. وصلنا في يوم ثاني من المسابقة، فلأن معظم الدول العربية وصلوا قبل المسابقة بيوم، بحيث الترتيبات والتجهيزات والمسبقية قبل الحفل. فإحنا وصلنا يوم ثاني من المسابقة وبدأنا نجهز المعرض والبرزنتيشن، حاولنا قدر الإمكان ندرب عليه إحنا الثلاثة بعد ما كان مقسم علينا على جميع أعضاء المجموعة. رغم الظروف التي مر بها والدعم المحدود، لأن شبان اليمن استطاعوا عبر فوزهم توصيل رسالة للعالم، مفادها أنه لا حدود لإمكاناتهم العقلية والعملية. أبهرنا الجميع بمعرضنا بالبرزنتيشن، وفقنا الله بأن قدمنا برزنتيشن متكامل. صراحة كان شعور لا يوصف، كنا هما هناك بيصيفوا فرحوا وإحنا هنا فرحانين، يعني على الأقل حسينا أنه صح ما رحناش، صح يعني حصلت لنا مشاكل، بس في النهاية يعني فخر، لأن إحنا ما كناش بس فوزنا، بس الفوز لنا لأنه كان لليمن. والله إحنا كنا فرحانين مرة، هي كانت في علياء طبعاً، هي واحدة من أعضاء الـ GEP، هي كانت في بيتها وأنا كنت في بيتي، فأول ما اتصلوا العيال وقالوا لنا إنهم نجحوا، إحنا صراحة فرحتنا كانت لا تصدق، لأنهم فعلاً رفعوا رأس اليمن. لم يكتفي الفريق بما حققوا من إنجاز، بل يسعى أعضاؤه لتعميد ما حققوه بتكوين مشروعهم المستقبلي الذي سيرتبط نجاحه حتما بتحقيق تقدم لليمن. احنا نشوف ان احنا ان شاء الله ان احنا بنفتح شركة كبيرة كتعتبر كتصنيع للأسمدة الطبيعية، وان احنا نوصل هذا الشيء للناس كثير، والمنتج طبعا بيكون سعره بأقل علشان بس نكسب الناس ونكسب كمان الاقتصاد اليمني. العلم في الصغر كالنقش على الحجر من أجمل الأقوال التي نحفظها في الحث على طلب العلم، حيث النقش على الحجر يرمز عادة إلى الديمومة والمشقة، لكن في حالة أحد النحاتين اليمنيين ليس الأمر كذلك، فهو يصنع من الحجر التحف والأدوات المنزلية وأشكال أخرى غاية في الروعة، وكأنه يشكل وينحت في الورق. فلنتابع سويا هذا التقرير. يبدو يوسف وهو يعمل على الصخرة التي يلحتها كجزء من الحجر، أو قل أنه مع تعمقه في موهبته وانهماكه فيها كجزء من عملية النحت. عرف يوسف الذي ينحدر لمحافظة صعدة النحت على الأحجار منذ نعومة أظافره، حيث اتخذها دربا بعد عدم تمكنه من إكمال تعليمه. أنا طفل يعني صغير، مع أنه درست يعني شوية في مقدمة العمر، وبعدين لسبب الأوضاع والمناطق الريفية وعدم الاهتمام يعني اتجهت لهذا المهنة، فالحمد لله يعني اشتغلنا فيها.
تشرب الشاب يوسف مهنته من والده الذي كان يصنع الأدوات المنزلية البسيطة، لكنه تفوق عليه بعد أن حول مهنته إلى مجال للإبداع. طبعا أنا كان يعجبني أخرج من إطار المقالي ويعجبني الأشكال الفنية، فأقوم بتطبيق بعض الأشياء لإعجابي بها. تحويل الأحجار إلى تحف متعددة الأشكال ليست بالأمر السهل كما يقول يوسف، إذ تتطلب العملية جهدا ذهنيا وعضليا مضاعفة. تشتيل عمل وجهد طويل يعني، وتركيز بالفكر يعني، حتى تقدر أنك مثلا تنفذ بعض الأعمال يعني، فيشتيلك يكون جهد وتركيز أكثر يعني من أي حاجة ثانية. يقول يوسف أن الحصول على نوع الأحجار الذي ينحته أمرا في غاية الصعوبة، بسبب أن استخراجها ما يزال يتم بالطريقة اليدوية، لأنه يعني على عمق مثلا 200 متر 150 متر 100 متر تحت الأرض طبعا، والعدة والاستخدام كله يدوي وكله جهود ذاتية يعني، فهذه حاجة صعبة وشكلها صعبة جدا. رغم اجتذاب الأدوات التي يصنعها يوسف للمارة وإقبالهم لشرائها، إلا أنه يرى أن ما يدفع من مال مقابلها لا يساوي المجهود الذي يبذل لنحتها، لذلك فإعجاب الناس كما يقول هو دائما الدافع من البيع. الحمد لله يكفينا من الناس الإعجاب، أما التسويق فهو حاجة خفيف يعني، ولا سيما في الجمهورية اليمنية، لكن أحيانا يحصل يعني التسويق إلى هنا أو إلى بعض الدول يعني، يكون لنا هناك معارض، فالحمد لله نحصل على بعض الأشياء. ومع ما يتقاضاه يوسف من مقابل جيد من الأدوات التي تبدعها يداه، إلا أنه يفضل أن يتخذ من النحت الجانب الفني لولا أن الظروف لم تساعده البتة. أنا أحب أن أكون في الاتجاه الفني الخالص يعني، ولكن من أجل لقمة العيش والأولاد يعني وعائلة وبيت، فتضطر أنك أحيانا ما يكون في يعني في التسويق في الفن، ولا سيما في يعني السنوات الأخيرة بسبب المشاكل والأحداث الجارية في البلد تعثرت علينا يعني التسويق وصعوبة مشي الأدوات الفنية، فيعني أحيانا تضطر إلى أنك تشتغل الحاجة التي بيجي لك فيها لقمة عيش يعني. علي هو الآخر يصنع من الأحجار أدوات وأطباق طعام، ويعتقد أن هذا الفن من الحضارة اليمنية القديمة، لكن أمثاله من النحاتين الشباب أضافوا إليه اللمسات الفنية. له فترة طويلة يعني آباءنا وأجدادنا يعني بيشتغلوا في هذا المجال النحت، في نحت التحف يعني، قد أكون أنا أول من أجد التحف في المنطقة حقنا، والبقية يشتغلوا الحرف مثل ما المقالي والمباخر يشتغلوها. يؤكد النحات علي على قدرته على نحت الأحجار بأي رموز أو أشكال يريدها زبائنه، وما يتمناه هو فقط تقدير مثل هذا الفن. زبائني في العادة أصلا أكثرهم سواح وموظفين بيشتروا في المكاتب، يعني نعمل لوحات زي ما الصقور منها صقر من حجر، الشعار الجمهوري، الطير الجمهوري، يعني أي منحوت أي طلب، شعار شركة أو جمعيات يعني نعملها. لا مجال للتحري عندما يبلغك الطبيب بخبر سيء مفاده وفاة الجنين، مستندا في ذلك إلى فحص يجريه بجهاز يتحسس نبضات القلب. معظم الناس يسلمون بذلك في وقت كشفت فيها الدراسات عن نسبة احتمالات غير بسيطة من الخطأ في النتائج التي يسجلها جهاز فحص نبضات القلب عند الجنين. في هذا التقرير نسلط الضوء على جهاز صممه مجموعة من خريجي هندسة الأجهزة الطبية، ربما يعيد البسمة لكثير من الأمهات، فلنتابع. كشفت دراسات حديثة عن نسبة احتمالات غير بسيطة من الخطأ في النتيجة التي يسجلها جهاز فحص نبضات الجنين، وبالتالي اعتباره سببا ثانويا في ارتفاع حالات وفاة الأجنة في اليمن. ربما تكون أخطاء الكشف والقراءة أسباب رئيسية في الوفاة بسبب غياب الفحص الدوري للأجهزة الطبية. بلغ عدد الوفيات للأطفال حديثة الولادة حوالي 3 مليون سنويا لعام 2009، ولذلك الأسباب متعددة، فهناك أحد هذه الأسباب عبارة عن تشخيص الخاطئ من قبل جهاز مراقبة نبض الجنين. في آخر إحصائية أو دراسة لمنظمة الصحة العالمية تقول أن 10% من الوفيات تحصل
في المستشفيات اليمنية نتيجة ليس لخطأ الكادر الطبي وإنما للجهاز الطبي. مثلا أضرب لك مثلا، أنت كم مرة رحت إلى المستشفى وتفحص الدم وتفحص أي شيء ويقول لك الدكتور أنا لا أضمن النتيجة التي أنت حصلت عليها، روح اعملها في مكان آخر. هذا سبب واحد من الأشياء. الجهاز الطبي يعمل منذ العام 2008 إلى اليوم لم يتم له أي صيانة دورية، لم يتم له أي معايرة. يعني عندما يدخل المريض ويموت فكر في أحد الحلول. يعني هذا يجرى في دول العالم كامل، العالم حتى بنغلاديش. لو رحت بنغلاديش هتجد ما يسمى بالكالبريشن لابراتوري، معمل معايرة، لكن للأسف في اليمن الجودة غير موجودة. جهاز صممه مجموعة من خريجي هندسة الأجهزة الطبية ربما يعيد البسمة لكثير من الأمهات ويدعو لإعادة النظر عندما يبلغنا الطبيب بوفاة الجنين. جاءت هذه الفكرة ضمن أفكار أحد أفكار منظمة EWH اللي هي World Engineering World Health، فإنه يتم تصميم جهاز يتم فحص أجهزة مراقبة نبض الجنين والتأكد من عملها، هل النتائج التي طلعها جهاز مراقبة نبض الجنين صحيحة أم لا؟ صمم الفريق الجهاز للحد من التشخيص الخاطئ لجهاز مراقبة نبض الجنين الذي يعتمد عليه بشكل كلي في معرفة حياة الجنين. نفحص جهاز مراقبة الجنين ونتأكد هل النتائج الطالعة على هذا الجهاز صحيحة أم لا، وبذلك تقل معدل الوفيات وأيضا يقل معدل التشخيص الخاطئ، وبذلك يطمن الدكتور أو الطبيب من النتيجة الطالعة على ذلك الجهاز. هناك ميزة مهمة يوفرها الجهاز بينما هي عيب في جهاز مماثل في السوق لكبرى الشركات في العالم، هو تعامله مع أنواع محددة من الأجهزة. الأجهزة المتوفرة في السوق التي تفحص كفاءة أجهزة الفيتال دوبلر اللي هي أجهزة مراقبة نبض الجنين لا توجد لها هناك شركات قليلة، ومن ضمن هذه الشركات هي شركة فلوك الأمريكية، قامت بتصنيع جهاز يقوم بفحص أجهزة مراقبة نبض الجنين. لكن هذا الجهاز ميزته أنه تكلفته عالية وايضا محصور على شركات معينه اللي هي شركه اتش بي واجلنت وفليبس، وبالتالي مشروعنا ان شاء الله سوف يقوم بفحص جميع اجهزه مراقبه نبض الجنين في جميع شركاتها، لان عندنا اكثر من شركه تصنع. من الاهداف التي حرص الفريق على تحقيقها في المشروع هو تحقيق اكبر قدر من الكفاءه عند الفحص حتى يتم تلافي اي خطا في جهاز فحص نبض الجنين. ان يكون المشروع سهل استخدام، تكلفته قليلة، حاولنا تكون تكلفة حول $5 ما تزيد على $10، السهل استخدام، أيضا قلنا الدقة نكون جهاز دقيق، نقوم بالمشروع بتوليد نبض معين حسب ما يراه المستخدم مناسب. مثلا نقوم توليد نبض 120 نبضة في البرنامج اللاف فيو، هو برنامج هندسي، ثم الخرج يتحول إلى صوت عن طريق جهاز المايداك، يتحول الخرج إلى صوت إلى حركة ميكانيكية في السماعة، يعطينا اهتزازات معينة. هذه الاهتزازات هي عبارة عن 20 هزة في الدقيقة، تساوي الاهتزازات التي ولدناها في برنامج اللاف فيو. بعد ذلك يسلط المجلس الخاص بجهاز الفيتر دوبلر على السماعة ونقوم بفحص كحال الفحص في أي جهاز، وعندها تظهر النتيجة في الجهاز. إذا كان الجهاز في تتبلى طلع لي مثلا أنا ولدت 120، إذا طلع لي مثلا 110 أو 100 معناته أنه الجهاز فيه مشكلة. إذا طلع لي النبض مضبوط يعني 120 119 118، فالجهاز شغال بطريقة سليمة. يعمل جهاز الطلابي بمكوناته البسيطة بذات الكفاءة التي يعمل بها الجهاز المتوفر في السوق، كما يسهل التعامل مع نظامه المتصل بالحاسوب. مكونات المشروع، تكون المشروع من برنامج اللاب فيو اللي هو شكل 70% من المشروع، ايضا الداتا اكوزيشن كيت عباره عن داتا من شركه ناشونال انسترومنت، وايضا الخارج يكون على جهاز السماعه الام بي 3 اللي هي هيدفون امبليفاير. طبعا نفتح الايقونه هذه حق الاي سي جي ونغير النبض 120 علشان يعطينا الخارج 120، لانه نبض الجنين اقل شيء 120. نلاحظ من خلال الرسم انها نبضتين في الدقيقه، يعني 120 نبضه في الدقيقه. نعمل تشغيل البرنامج، نلاحظ اهتزاز السماعة هنا تهتز، لو نحسب تهتز انها تهتز 120 نبضة في الدقيقة، ايضا حسبناها من خلال الاسلوسكوب هذا فحصنا الاشارة قبل ما نشغلها، اتضح انها نبضتين في الدقيقة.
نلاحظ أن في كل حوالي مربعين في كل ثانية نبضتين. شغل الفيديو بس. وهذا فيديو يوضح عمل المشروع من بدايته. هنا ولدنا نبض 100 نبضة في الدقيقة، وفحصنا جهاز الفيتر دوبلر فكان الناتج 100، فكان جهاز سليم، يعني يتراوح قيمتين عادي، أهم شيء ما ينزل أكثر من 10 قيم. جربنا قيمة ثانية 120، فكان النبض يعني طالع حوالي 119-118، يتراوح بين هذه القيم. احنا نشوف 118 سليم. ولدنا حوالي 6 قيم أو 7 قيم، الآن كل قيمة تطلع بعد قيمة. من الصعوبات التي واجهها المشروع أثناء تصميمه للجهاز محاكاته لحركة نبض الجنين، لكنه تمكن من التغلب عليها بفكرة جديدة. فبعد عمليات بحث وتوصلنا إلى فكرة توليد حركة السماعة عن طريق إرسال لموجة ECG وهي موجة القلب التي تعطي الحركة الميكانيكية. أيضا في مشكلة ثانية أنه لم نقدر يعني نتأكد من دقة جهازنا، أنه لم يوجد في اليمن جهاز مرجعي زي جهاز فرقة الفلك الأمريكية حتى نقيس دقة جهازنا بدقتهم، ولكن حاولنا أن نقيس دقة الجهاز باستخدام الأسلسكوب من خلال توليد نبض 120 نبضة في الدقيقة وقياس الخرج بواسطة الأقطاب الأسلسكوب، واتضح أن الخرج نفس اللي ولدناه 120 نبضتين في الدقيقة حسب ما موضح في جهاز الأسلسكوب. كما نوه الفريق إلى مشكلة تقنية أخرى واجهته تمثلت في كون الأجهزة المماثلة تتوفر بنوعين، أحدها بشاشة عرض والآخر بدونها. تقريرنا الأخير مشاهدينا الكرام نتوقف فيه عند تجربة أحد الفنانين التشكيليين الذي استطاع بموهبته إثبات أن الفن لا تحصره ظروف أو ثقافة المجتمعات، فلنتابع. لا ترسم اللحظات والمواقف إلا في حالة هذا الشاب الذي يرسم بريشته كل ما هو واقعي حتى وإن رأته العين في الهامش. التشكيلي اليمني هشام الجيلاني واحد من الرسامين القلائل الذي يتعامل مع لوحاته بعقلانية مطلقة، فاللوحات بالنسبة له لا ترسم لمجرد النظر، ومن هنا كانت بدايته. كانت بداية بسيطة جدا، يعني كانت هواية شاب عادي، خريج فنون جميلة 2009 الأول على الجمهورية. من بين لوحات الجيلاني التي تلفت الانتباه لوحة بملامح عميقة لأحد أبناء الفئة المهمشة أو ما تعرف بالفئة الأشد فقرا في اليمن. ناس بتنظر لها أنها بتعبر عن الحزن، وناس بينظر لها أنها نظرة تعجب، في لها معاني كثير، يعني كل شخص أحيانا بينظر لها بمنظوره الخاص. هذه كتعبير بسيط عن اللوحة هذه. أما في بعض اللوحات زي لوحة الأطفال هذه، أنا شخصياً يعني حبيت أوصل فيها فكرة الوحدة، يعني مجموعة الأطفال بيلعبوا مندمجين في اللعب، بينما في معك شخص انطوائي أو بيحس بالوحدة والحزن. هذه كفكرة بسيطة يعني. بخلاف الكثير من التشكيليين الفنيين، لا يعزو الجيلاني واقع الرسامين الصعب لغياب الدعم الحكومي فقط، بل يرى حالة من التقصير من قبلهم. عشان نكون شفافين، التقصير من الجميع، إن كان من الرسام فهو بيكون التقصير بسبب الظروف الداخلية والأجواء وظروف البلد يعني. أما بالنسبة من الجهات المختصة فهو في نقص، يعني هي المفروض كانت المبادرة تكون منهم، يعني أنه يبدأوا يجذبوا الشباب ويبدأوا يجذبوا الرسامين، لأنه إحنا عدد بسيط، يعني يعلم الله الذي داخل البيوت في مبدعين أفضل يعني وأكثر مننا بألف مرة، بس ما تجرأش أنه يظهر للمجتمع ويظهر أمام الشاشات يعني والعالم. كما يرى الجيلاني في تكاتف التشكيليين واجتماعهم حول قضيتهم كفيل بالتغيير من هذا الواقع، مستشهدا على ذلك بمبادرات تبناها مجاميع من الشباب. بنجتمع الرسامين ونتعرف على بعض ونبرز أعمالنا لبعض وللناس، حتى أنه نحاول قدر الاستطاعة أنه نشهر الفن هذا بأبسط الطرق، يعني بنحاول نوصل الفكرة هذه للمجتمع بأبسط طريقة يمكن، حيث أنه تكون إيش معروفة للناس، لأنه إحنا غايبين عن الفن هذا بشكل كبير للأمانة. لا تحسن في الأداء بدون تقبل للنقد، هكذا يرى التشكيلي الجيلاني الذي يعتقد أيضا أن النقد البناء يكاد يكون غائبا في كثير من أوساط المجتمع ومن بينهم الفنانين. ما فيش نقد بناء صحيح،
سواء كان من لجنة تحكيم أو كان من رسامين لهم الخبرة يعني السابقة في مجال الفن. إذا ما كان فيش النقد البناء مستحيل أن الفنان يوصل إلى أعلى المراتب، مستحيل أنه يعرف إذا كان ماشي بالطريقة الصحيح في المسار الصحيح ولا لا، لأنه في رسامين كثير أنا لاحظتهم أصدقاء وغير أصدقاء، يعني رسام مبدع بس تلاحظ في عنده نقص في بعض المعلومات بسبب إيش؟ بسبب قلة الوعي، بسبب النقد البناء أنه قليل عندنا، مهمش بشكل كبير جدا. ومن واقع تجربة عاشها يؤكد الجيلاني على أهمية أن يحتك الرسام بغيره من الفنانين بدلا من انغلاقهم على أنفسهم لتبادل الخبرات وتقويم الهفوات في مجال إبداعاتهم الفنية. كنت أنا يعني معتمد ذاتيا على يعني أدخل النت وأتابع بعض المعلومات شخصيا يعني، لكن الحمد لله يعني في بعض الشباب بدأوا بالمبادرة، أصدقائي فنانين تشكيليين بدأوا بالمبادرة والآن مكونين منتدى اسمه المنتدى العربي للفنون هنا في صنعاء، وبنجتمع فيه رسامين وبنبدي أعمالنا ونجمعها عندهم هناك في المركز، ونحاول نسوي معارض تشكيلية بنعرض أعمالنا وبنتعرف على بعض حتى نكسر الحاجز، نحاول نتواصل ما بيناتنا البين. للرسام الجيلاني مشاركات داخلية وخارجية توصل من خلالها إلى أن اليمن لم تستخرج بعد كل احتياطها من المبدعين. في ناس كنوز مخباية ما زالت يعني مقبورة ما حد قد اكتشفها، فأنا أتمنى من الجهات المعنية أنها تبادر أكثر يعني وتكبر الاهتمام أكثر، حيث أن الرسامين يبدأوا بإبراز مواهبهم، لأنه بهذه الطريقة سنظل يعني كما نحن. كان هذا التقرير مشاهدينا الكرام هو الأخير في حلقة هذا الأسبوع، نذكركم بأنه يمكنكم التواصل معنا وإبداء آراءكم ومقترحاتكم عبر البريد التالي talent@istaidat-tv.com. حتى حلقة جديدة لكم مني أجمل المنى وإلى اللقاء.